يعني برضو في المناقشة بتاعتي مع حضرتك قبل ما نطلع الهوا، انه هو صح ان احنا نطلع الحاجات دي ولا مش صح؟ فقلت لك صح سينمائيا، قد لا يجوز ولا يصح اخلاقيا. فنحن مجتمع له تقاليد واعراف، لكن مثلا تحت البند ده هيطلع واحد يقول لي مش عايزين عري في السينما. سينما لا يا سيدي، احنا السينما بنعرض امر معين، فان استدعى الامر ان يكون الجسد عاري في الدراما دي يبقى لا مناص عن ان نفعله او ما نعملش الفيلم خالص. وانا ضد فكره ان الاخرين ينصبون من انفسهم يعني اوصياء على اصحاب الخطابات بشكل عام، سواء الخطاب الصحفي او الخطاب الروائي او الخطاب الشهري او الخطاب السينمائي او اي خطاب من الخطابات الانسانيه المعروفه. يعني ضد ان حد من افراد المجتمع ينصب من نفسه وصيا على الاخرين.